أن اللي تأخذ منا الحكم كون واحد من أهل الفن، يعني شغلته نبه. مو إحنا المصيبة اللي عندنا. على كل حال المسألة كون أشوف لي فد واحد أخذ منا الحكم شغله شغلته، لكن مو الناس خطية بسطاء الناس يسوونه. يقول لك شيخنا ايش مدري اني انا جالس، انا عندي ميكروسكوب، شو انتم كل واحد عندكم حاط له جبه شكبرها وعمامه شقدها طيب شنو ويحكي وكيفه فهذا شو تسوي له بالله؟ يقول له بلا مبرم، ما عندنا ضوابط، ما عندنا. هي لو اكو ضوابط شويه، الضوابط تحدد كل واحد يقول له اوقف شوي، عرف حجمك اوقف هنا، لا تحرك لا تروح، لما شيء اكبر من حجمك ما لك شغل بيه. البلاء هذا احنا نريد ضوابط، ضوابط الضوابط كل شيء يقوم على نظام، على ضوابط. السماوات والارض ما قامت الا على نظام، الفوضى ما تؤدي الى نتيجه. فعلى العموم اكو يعني احنا الحمد لله ساحتنا غنيه، عندنا رجالات اهل علم واهل تقوى واهل اخلاق. نعم شويه مو يقول الامام أخوك دينك فاحتط له، يعني تأكد أنك أنت هذا الحكم اللي تأخذه هو حكم الله عز وجل. أنت أطع الله لا تطع هواك، تأكد نعم أن من تأخذ منه الحكم هو أهل لإعطاء الحكم، حتى تجد معذر بينك وبين الله. يعني الآن أضرب لك مثل، أنت ذا مريض لا سمح الله، وواحد شال لك دواء طاك وهذا الدواء خربطك، اذا سئلت واحد قال لك انت منو طاك هذا الدواء؟ لو مطيك يا طبيب اختصاصه هذا ما حد يلومك، يلوم الطبيب يقول هذا انت عملت عمل صحيح، انت تصرفت تصرف سليم، رحت الى ابو الاختصاص اخذت منه الدواء. لكن اذا تروح انت مثلا مريض ورايح لي الى واحد نجار تاخذ منه دواء، ها شلون يعني شو يصير؟ ما تصير يا اخي، ما ممكن يا اخي. كل شيء الى اختصاص، كل شيء الى اهل، واحد عنده قدره واحد ما عنده شغله او مو شغله. هذا كون نفهمه شويه، كون نفهمه ويمتن فهمه الله يعلم.